انا مريض عشان نعوم المساله، ومفيش حاجه اسمها البنت ما بلغتش ليه؟ لو حضرتك بنت او عندك بنت وعارف احساسها وعارف شعورها كنت تعرف البنت ليه ما بتبلغش. فاذا دي صوره الولد، فاذا الحاجات اللي عامله لي فيها الناس مش عارف ايه، لا ده مريض، لا ده كلام، الكلام ده كله كلام فاضي وكلام مائع وكلام بيميع القضيه وكلام ينتهك عذريه وبراءه بناتنا. فالكلام ده ما يبقى، انا عن نفسي وخدوها على لساني واطلعوا الشم وقولوا زي ما انتوا عايزين، انا عن نفسي اطالب ان تكون عقوبه المتحرش هو الخصي، ليظل طول عمره، يظل طول عمره ملاحق ومكسورا كما كسر الفتاة. طبعا هياخدوها ويشتموا، بس دي وجهة نظري، لان اللي انا قاريه وقاعد اسمعه واشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي شيء كتير قوي قوي، مش بس بينتهك يعني براءة وعذرية بناتنا، لا ده كمان بيحملهم المسؤولية. فتبا لكم جميعا. على التليفون مايا المحترمة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اهلا وسهلا يا دكتورة. اهلا بيك يا فندم، متشكرة على الاستضافة، اشكرك. ربنا يخليك يا دكتورة. ماذا طري تم الاب الان يا سيدتي على هذا المتحرش؟ والله يا فندم انا سعيدة طبعا بالخبر اللي يعني سمعته من حضرتك حالا، وسعيدة اكثر بالتحرك السريع، فكل الشكر والتقدير للسيادة النائب العام وكل الشكر والتقدير للشرطة المصرية اللي اتحركت بالسرعة البالغة دي. احنا من اول لحظة السيد واحنا شايفين حاجة بتحصل مش عادية، يعني تابعنا الموقع ده وهم كانوا لسه 100 بنت يعني بيتكلموا، وبعدين نزلنا بيان قلنا احنا بنتابع عن قرب، بس من فضلكم قدموا بلاغات او تواصلوا مع مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة. البيان الثاني نزلناه قلنا لهم من فضلكم الموضوع مش لازم البنات تبلغ، ولازم ادي التبليغ عن او الابلاغ عن طريق مواقع التواصل الالكتروني للنيابه العامه، وادي الطريقه اللي تقدروا تقدموا فيها بلاغ عن طريق مكتب شكاوى المجلس القومي للمراه، بنحاول نسهل عليهم وبنحاول نطمنهم. بالامس ايضا تواصل البنات بقى معانا تليفونيا، انا تحدثت الى يعني اكثر من واحده منهم، وللاسف الخوف الشديد والرعب من ان هم يتكلموا، يعني انا مستغربه ان البنات بتتكلم معايا انا ومش قادرين يتكلموا مع اهاليهم، وهو دي المشكله الكبيره جدا. احنا لازم نسمع ولادنا، لازم ندي لهم الفرصه يتكلموا، مش نخليهم يلجأوا للغرباء او اصدقائهم يتكلموا معاهم، وبالتالي النصيحه بتبقى على مستوى الشاب او الشابه او الطفل بصراحه. انما اللي انا شفته في الفتره ديت ان احنا لازم حتى يعني البنت نديها ثقه في نفسها، وروحي وبلغي واحنا معاكي، يعني حمايتها في هذه المرحله مهم جدا، لانها تفضل طول عمرها حتى